القرآن ندب إلى أن ننفق وأن نتصدق على الكفار غير المحاربين لنا. يعني لو رأيت كافرا، أي كافر من أي نوع من أنواع الكفر، مثل عامل هندوسي أو بوذي أو ما شابه ذلك، هذا ليس بمحارب لنا، هذا مستأمن يعمل عندنا في البلد، هنا ما تنفقه عليه تؤجر عليه. أي كافر ما لم يكن محاربا. قال جل وعلا: ليس عليك هداهم، الهداية بيد الله، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ما الذي بعده؟ وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، يعني ما تقدمونه لهؤلاء الكفار غير المحاربين إنما أجره يعود إليكم. فالإحسان إلى هؤلاء الكفار فيه الأجر، ولذلك الله جل وعلا ماذا قال عن أهل الإيمان؟ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. والأسير هو الكافر الذي في قبضة أهل الإسلام فإنه يحسن إليه. الله جل وعلا ماذا قال؟ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. لكن المنهي عن أن يحب هؤلاء الكفار، يحسن إليهم بقول بفعل حسن، لكن أن يحبوا لا. ففرق بين المحبة وفرق بين الإحسان إليهم. ومن ثم فإن البعض قد يخلط في أمور كثيرة وقد تجرح عقيدته، بل هي مخلة بالعقيدة، تجرح العقيدة. بعضهم ربما أنه يثوب بعض الأعمال لبعض الكفار، يقول هذه صدقة ثوابها عن ذلك الكافر، أو يعمل عملا من الأعمال الصالحة ويقول ثوابه لهذا الكافر، حتى لو كان هذا الكافر أبا لك. قد يكون لدى المسلم، قد يكون له من الآباء أو من الأقرباء من هو كافر، فلا يجوز أن يعمل العمل الصالح ويجعل ثوابه لهذا الكافر. هذا إذا كان قريبا فما ظنكم ببعيد، وهذا خطأ في العقيدة وجرح عظيم في العقيدة. لما؟ لأن هذا الكافر لو عمل أعمالا خيرة في ظاهرها الخير والصلاح من الإحسان إلى الفقراء والجمعيات الخيرية وما شابه ذلك لا يؤجر. فقدمنا إلى ما عملوا من عمل، هم عملوا فجعلناه هباء منثورا، فما ظنكم بمسلم يجعل بعض الأعمال ويقول هذا الثواب لفلان الكافر، حتى لو من باب تأليف هؤلاء الكفار، فمثل هذا لا يجوز تأليفهم بالطريقة الشرعية. إذا أحسنت إليهم بقول بفعل، هنا تظهر عظمة الإسلام بحيث تكون قدوة فيتأثر هؤلاء. ولذلك كم من كافر تأثر بأخلاق الصحابة رضي الله عنهم لما خالطوه، لكن أن ينصهر المسلم وأن تذوب أخلاقه وأن يسير حيث سار من سار دون أن تكون هناك ضوابط شرعية، فعلى المسلم أن يعرف أنه متى ما أقدم على فعل أو قول لا بد أن يعرضه على الشرع حتى لا يقع في الزلل وفي الخطأ.